عندك بقى هنا، بص بقى معايا كده، يجي يقول لك طرق اخرى لتكيف البطاريق للبقاء على قيد الحياة في البيئة الباردة. طب ايه هي الطرق الاخرى اللي تقدر البطاريق تتكيف بيها غير النفيد، اوعية مياه بتحمل دم دافئ واوعية مياه بتحمل دم بارد، والاتنين بيتلامسوا فالحرارة بتتنقل ما بينهم، فدايما الدم اللي في رجليه بيبقى دافي. قال لك في طرق اخرى، قال لك بص كده، قال لك تتجمع البطاريق في مجموعات ضخمة متلاصقة لتحتمي من الرياح شديدة البرودة ولتحافظ على حرارتها. يبقى دايما تلاقي البطاريق كده متجمعة مع بعضها كده ولازقين في بعض كده، ليه؟ قال لك عشان يدفوا بعض، وده بيبقى في وقت الرياح الشديدة لما يبقى فيه هواء شديد جدا، ماشي، عشان تقدر تحافظ على حرارتها. يبقى ده نوع من انواع التكيف. عندك تاني حاجة، الريش الخارجي للبطاريق كثيف ومقاوم للبلل. جسم البطريق طبعا زي ما اتفقنا ان هو مغطى كله بالريش، قال لك الريش ده بيبقى كتير جدا كثيف، قال لك وكمان ايه، قال لك بيبقى مضاد او مقاوم للبلل، ما بيبلش، يعني لو في امطار نزلت عليه ولا حاجة او مية ما يبلش. ليه بقى؟ قال لك بسبب الزيت الذي يفرزه الجسم ويغطي الريش، لان جسم البطريق بيفرز نوع من انواع الزيوت، الزيت ده بيغطي الريش. واحنا عارفين ان انت عندك لو جسم مدهون زيت، قال لك الميه ما تقفش عليه، ماشي كده، تنزل على طول وتزحل، لان احنا خدنا ان كثافه الزيت اقل من كثافه الماء، اقل من كثافه الايه، الماء. وهو جسم كله مدهون بالزيت، فهيزحلق الميه يخليها تنزل على طول، مش هيشربها الريش. يبقى اذا هنا انت قلنا ان الريش الخارجي للبطاريه كثيف ومقاوم للبلل بسبب الزيت الذي يفرزه الجسم ويغطي الريش. طيب عندك كمان من طرق تكيف البطاريق ايه تاني؟ قالك مع شدة البرودة بتلجأ البطاريق الى الجلوس على الجزء الخلفي من الظهر، تلاقي البطريق كده نام على ظهره. قالك لما يكون بقى الجو ايه، بارد جدا، مع رفع اصابع القدم للامام لتدفئتها، يبقى تلاقي البطريق في وقت البرد الشديد تلاقيه يروح جاي نايم على ظهره ورفع رجليه لفوق، ورفع رجليه الايه، لفوق. ليه؟ قال لك عشان يدفيها لتدفئتها. يبقى مع شدة البرودة تلجأ البطاريق إلى الجلوس على الجزء الخلفي من الظهر مع رفع أصابع القدم للأمام لتدفئتها. طيب عندك بعد كده رابع حاجة من صور التكيف في البطاريق، قال لك تمتلك البطاريق طبقة سميكة من الدهون. خلي بالك من الحتة دي، البطاريق عندها طبقة تخينة أو سميكة من الدهن موجودة فين؟ تحت الجلد، على الجسم كله، بتغطي جسم كله تحت الجلد، ما عدا ايه، قالك ما عدا القدم، القدم ما تحتهوش الطبقة السميكة من الدهن دي. قالك يبقى بتمتلك البطاريق ايه، قالك طبقة سميكة من الدهون تحت الجلد على الجسم كله ما عدا القدم. طب يبقى تاني كده، يبقى ازاي البطاريق بتتكيف؟ طرق اخرى، قالك تتجمع في شكل مجموعات. الكلام ده امتى؟ قالك في الرياح الشديدة شديدة البرودة، قالك عشان تحافظ على درجة حرارة جسمها. قالك تاني حاجة، الريش الخارجي للبطاريق كثيف ومقاوم للبلل بسبب الزيت. قالك تالت حاجة، مع شدة البرودة بتلجأ البطاريق إلى الجلوس على الجزء الخلفي من الظهر مع رفع أصابع القدم للأمام لتدفئتها. رابع حاجة، بتمتلك البطاريق طبقة سميكة من الدهون تحت الجلد ما عدا القدم. طب يجي يسألني هنا، يجي يقول لي كيف تساعد أقدام البطاريق على بقائها على قيد الحياة في المناخ البارد؟ ازاي رجليه تقدر تساعده على ان هو يدن على قيد الحياة في المناخ البارد؟ قالك تلتف الأوعية الدموية التي تحمل الدم الدافئ من الأجزاء الدافئة في جسم البطريق حول الأوعية الدموية التي تحمل الدم البارد الموجود بالقدمين الباردتين. يبقى الأوعية الدموية الدافية بتلتف حول الأوعية الدموية الباردة، مما يؤدي الى انتقال الحرارة الى قدميه، وبالتالي ده السبب اللي بيخلي الحرارة تنتقل اليه، الى قدميه. طيب تعالى كده بص معايا، يجي يقول لك ايه، ما هي التكيفات الاخرى للبطاريق؟ قلنا بقى ان هي بيغطي جسمه ريش كثيف، الريش ده عليه طبقة من الزيت، ماشي، وبالتالي هو مقاوم للبلل، ده طريقة. عندك كمان ازاي تحمي البطريق باقي جسمه من البرودة، قال لك ان هما بيتجمعوا في مجموعات عشان يحافظوا على درجة حرارة اجسامه، ماشي. كمان ان هو في كمان ان هو بيجلس على الجزء الخلفي من الظهر مع رفع اصابع قدميه ليساعدها على التدفئه او لتدفئتها. طيب عندك كمان، يجي يقول لك رقم 2، الاذان الكبيره تساعد ثعلب الفنك على الحفاظ على بروده جسمه في بيئته الصحراويه.
ثعلب الفانك لو جينا نبص على صورته هتلاقي ان ودانه كبيره، بتبقى كبيره كده، صوان كبير. ليه؟ قالك عشان تحافظ على بروده جسم. تخيل ان الاذن دي لها دور في حفظ بروده الجسم. لان هو طبعا عايش في بيئه صحراويه، والبيئه دي درجه الحراره فيها عاليه جدا، في غابات درجه الحراره فيها عاليه، فطبعا عشان جسمه ما يستحملش الحرارة العالية، فربنا سبحانه وتعالى خلق له الأذن دي برضو وسيلة من إنه يقدر يبرد بها جسمه. يبقى إذا تساعد ثعلب الفنك على الحفاظ على برودة جسمه في بيئته الإيه؟ الصحراوية. الأوعية الدموية بتساعد البطاريق على بقاء قدميها دافئتين في بيئتها شديدة البرودة. سبحان الله، كده العكس. قال لك ثعلب الفنك عايش في بيئة صحراوية، فودانه بتخلصه من الحرارة وبالتالي بتساعده على برودة الجسم. الأوعية الدموية في البطاريق بما إنها عايشة في جو بارد فبتساعدها على تدفئة قدميها، بقاء قدميها دافئتين. طب هنا يسألك يقولك ما أوجه التشابه بين هذه التكيفات وما أوجه الاختلاف؟ إيه اللي متشابه بينهم وإيه اللي مختلف؟ اللي متشابه إن كلاهما أجزاء من جسم الحيوان تساعده على التكيف مع البيئة، سواء كانت الأوعية الدموية دي جزء من جسمه، سواء كان الأذن دي جزء من جسمه. يبقى هنا متشابهين في إيه؟ في إنهم كلاهما أجزاء من جسم الكائن الحي. طب الاختلاف ما بينهم ان كلاهما اجزاء مختلفه من جسم الحيوان تساعده على العيش في بيئات مختلفه. دي اوعيه دمويه، اما دي اذن. يبقى ده الاختلاف ما بينهم، يبقى اجزاء مختلفه من جسم الايه؟ الحيوان. طيب عندي بعد كده يجي يقول لك التكيف من اجل البقاء. من دراسه التكيف في البطريق يمكننا استنتاج مفهوم التكيف. تعال بقى، انت يا مستر عمال تقول لي تكيف تكيف تكيف، طب ايه هو اصلا التكيف؟ قال لك التكيف ده هو خصائص تساعد الكائن الحي على البقاء والتكاثر في النظام البيئي الذي يعيش فيه. هي خصائص او مميزات، ماشي، بتساعد الكائن الحي على ايه؟ قال لك على البقاء والتكاثر، ان هو يدن عايش وفي نفس الوقت كمان يتكاثر عشان يكتر عدده وعشان ما ينقرضش. قال لك يبقى هي خصائص، او هو خصائص بتساعد الكائن الحي على البقاء والتكاثر في النظام البيئي الذي يعيش فيه. طيب هل فكرت في أمثلة أخرى لتكيف الحيوانات في البيئات المختلفة؟ في عندك أمثلة تانية غير البطاريق وغير ثعلب الفنك؟ تعالى كده هناخد التكيف التركيبي والسلوكي. سندرس التركيب والأعضاء والسلوكيات الخاصة التي تمتلكها بعض الحيوانات وتساعدها على البقاء. يلا بينا كده. قال لك هنبدأ بالحيوانين اللي قدامنا دول. هناخد الدب القطبي، وده عايش في القطب الشمالي البارد، وهناخد الدب البني، وده عايش في الغابات. ده عايش فين؟ في الغابات. يبقى في عندي نوعين اتنين من الحيوانات اهم، عندك الدب القطبي وده بيبقى عايش في القطب الشمالي البارد، وعندك الدب البني وده عايش فين؟ في الغابات. تعالى كده ناخد الدب القطبي. قال لك الدب القطبي بيمتلك الدب القطبي فراء ابيض وكثيف. بص كده على الفرو بتاعه، الفرو اللي مغطي جسمه كله لونه ابيض وبيبقى تقيل جدا الفرو ده. يبقى بيغطي الدب القطبي فراء ابيض ايه؟ وكثيف، تقيل يعني. طب ليه ابيض؟ قال لك للتخفي في السلوج اثناء الصيد فلا تراه الفريسه، لان هو اصلا عايش على التلج والتلج لونه ابيض. قال لك فعشان يقدر يتخفى عن فريسته، وبالتالي بيبقى لون الشعر لون الفرو بتاعه بيبقى ابيض عشان يتخفى عن فريسته في السلوج. طب ليه كثيف؟ ليه تقيل؟ قال لك عشان تدفئته في بيئته البارد، لان هو عايش في جليد. قال لك فسبحان الله الفرو ده له وظيفه ان هو بيدفيه، هو ايه؟ بيحافظ على درجة حرارة جسمه، فبالتالي بيحسسه بالدفء. يبقى كثيف ليه؟ هنقوله لتدفئته في بيئته الباردة. طيب عندك بقى الدب البني. قال لك ده عايش فين؟ قال لك ده عايش في الغابات، في الغابة ده بقى. قال لك ده على عكس الدب القطبي، ده بيمتلك الدب، يمتلك الدب البني والأسود. في عندك دب بني وفي عندك دب لونه اسود كمان، دول بيمتلكوا فراء داكنا. يبقى الدب القطبي بيبقى الفراء بتاعه فاتح او ابيض، اما الدب البني والاسود بيبقى الفراء بتاعه لونه ايه؟ لونه غامق او داكن. ليه؟ هنقوله للتخفي بين الاشجار اثناء الصيد، عشان يقدر ان هو يستخبى بين الاشجار وهو بيصطاد، لانه عايش في الغابه، الغابه دي كلها اشجار. يبقى للتخفي بين الاشجار اثناء الايه؟ اثناء الصيد. طيب يبقى تاني، يبقى انت عندك الدب القطبي عايش في القطب الشمالي البارد، اما الدب البني او الاسود عايش في الغابات. الدب القطبي بيغطي جسمه فراء كثيف ابيض اللون، كثيف عشان يساعده على التدفئة، وابيض اللون عشان يساعده على التخفي في السلوج من الفريسة. عندك الدب الاسود او الرمادي اللي موجود في الغابة، الفراء بتاعه بيبقى داكن اللون عشان يساعده على التخفي بين الاشجار اثناء الصيد. طيب
عندك بقى التخفي كوسيلة من وسائل التكيف. التخفي ده وسيلة من وسائل التكيف، مش احنا قلنا ان الاتنين بيتخفوا، واحد بيتخفى في الثلج عشان كده لون فراقه ابيض، واحد بيتخفى بين الاشجار، بيستخبى بين الاشجار عشان لون فراقه بيبقى داكن. طب هنا بقى التخفي ده وسيلة من وسائل التكيف، ايوه. هذا النوع من التكيف الذي يختبئ فيه الحيوان بمساعدة لونه او شكله الطبيعي من الحيوانات المفترسة او من فريسته، يسمى التخفي. يبقى هنا اللون ساعده ان هو يتخفى، قال لك ده نوع من انواع التكيف، ماشي. طب عندك بقى التخفي ايه هو؟ قال لك التخفي ده يا مستر هو نوع من التكيف يساعد الحيوان على الاختباء بمساعدة لونه او شكله الطبيعي، يبقى بمساعدة اللون او الشكل الطبيعي له من الحيوانات المفترسة، يبقى يساعده ان هو يستخبى منين؟ من الحيوانات المفترسة. ممكن يبقى هو خايف من كائن قدامه مفترس هياكله، فيروح جاي مستخبي منه يعمل تخفي، او ان هو يكون نفسه هو كائن مفترس وهو بيستخبى من الفريسة بتاعته عشان ياكلها ويستخبى لها لغاية ما يهجم عليها. يبقى اما ان هو بيستخبى من الحيوانات المفترسة او الفريسة التي يريد صيدها، التي يريد ايه؟ صيدها. يبقى التخفي ايه هو؟ نوع من التكيف بيساعد الحيوان على الاختباء بمساعدة حاجتين، لونه أو شكله الطبيعي، لونه أو شكله الإيه؟ الطبيعي، من الحيوانات المفترسة أو الفريسة التي يريد صيدها، التي يريد إيه؟ صيدها. طيب عندك التخفي في البيئات المختلفة، تعال كده نبدأ بالبيئة القطبية المتجمدة. قال لك لون الفراء بتاع الدب القطبي بيكون أبيض مثل الثلج، ليه؟ قال لك للتخفي عند اصطياد الفريس، لأنه كائن مفترس فيستخبى عشان يقدر يصطاد الفريسة بتاعته، لأن لو شافته هتجري، فهو بيستخبى عشان يقدر يصطاد الفريسة. طب عندك التخفي في الصحراء، قال لك لون الفراء بيبقى في الصحراء للكائنات العايشة في الصحراء بيبقى ذهبي في ثعلب الفنك والوشق المصري اللي هو القط البر، ماشي. يبقى القط البر اللي احنا بنسميه الوشق المصري ده لون الفرو بتاعه بيبقى ذهبي مصفر كده عامل زي الذهب، لون الذهب. وثعلب الفنك برضه بيبقى لون فرو بيبقى ذهبي كده، قال لك مثل لون الرمال، ليه؟ قال لك للتخفي في الصحراء عشان يقدر يستخبى على الرمل، لان الرمل لونه مصفر لون الذهب، فهو برضه لونهم بيبقى ذهبي مصفر عشان يقدر يستخبى في الصحراء. كثير من السحالي لها حراشيف ملونة، يبقى السحلية اللي عايشة في الصحراء دي بيبقى لها حراشيف ايه؟ حراشيف وملونة، ليه؟ قال لك للتخفي بين الصخور عشان تقدر تتخفى بين الصخور، حيث ان بعض صخور الصحراء ملونة، لان الصخور اللي بتاعت الصحراء دي بتبقى ايه؟ ملونة. يبقى هنا كثير من السحالي لها حراشيف ملونة للتخفي بين الصخور، حيث ان بعض صخور الصحراء بتبقى ايه؟ بتبقى ملونة. طب عندك تالت حاجة الغابات. عندك بقى الغابات، لون فراق الدب البني او الاسود بيكون داكن مثل الاشجار في الغابات، ليه؟ قال لك برضه تخفي عند اصطياد الايه؟ الفريسة، عشان لما يجي يصطاد الفريسة بتاعته يستخبى لها، لان لو شفته هتجري، فهنا لون الفراق بتاعه داكن مثل الاشجار عشان يتخفى عند اصطياد الفريسة. طب يجي يقول لك بقى اهمية التخفي عند الحيوانات، يبقى اذا التخفي ده مهم، بيساعد على اول حاجة صيد الفريسة، تاني حاجة الاختفاء من الحيوانات المفترسة، يبقى يا اما يصطاد فريسة لو هو كائن مفترس، واما ان هو يكون كائن ضعيف فبيبقى يستخبى بقى من الحيوانات المفترسة اللي تيجي تاكله. يبقى اهمية التخفي حاجتين، صيد الفريسة والتخفي عن الحيوانات الايه؟ المفترسة. طب يجي يسألني يقول لي هل يتغير لون فراق الحيوانات بتغير فصول السنة؟ الفرو ده لونه بيغير بتغير فصول السنة؟ أيوة نعم، يتغير لون فراق بعض الحيوانات بتغير فصول السنة. مثال ايه؟ عندك بعض الثعالب التي سيتم دراستها، هناخد بعد كده في أنواع من الثعالب الفرو بتاعها بتغير فصول السنة. طب يجي يقول لي ما الفرائس التي يحاول الدب القطبي التسلل اليها؟ طب الدب القطبي ده يا مستر بيفترس مين او بياكل ايه؟ قال لك بياكل فرائس ضخمه زي الفقمه اللي هو بنسميها اسد البحر، ماشي، وغيرها من الفرائس. يبقى اشهر اكل عنده بياكلها اللي هي الفرائس الضخمه زي الفقمات اللي هي بنسميها اسد الايه؟ اسد البحر، وطبعا بياكل حاجات تانية بس هي دي اشهر. طيب عندك اكتب ثلاثة اسئله فكرت فيها اثناء قراءتك للنشاط. يجي أول سؤال مثلا ما هي أهمية التخفي، ماشي. ممكن سؤال تاني كيف يساعد التخفي الحيوانات المفترسة على اصطياد الفريسة، كيف يساعد التخفي الحيوان الفريسة على التخفي من الكائنات المفترسة، هو مثلا دي سؤال تاني، تمام كده. طيب نكمل.
يجي يقول لك بعد كده انواع وطرق التكيف. عندك الحيوانات تتكيف مع البيئة التي تعيش فيها، سواء كانت الأماكن القطبية الباردة أو الصحاري الحر أو أعماق المحيطات على كوكبي. يبقى الكائنات اللي بتعيش سواء في الأماكن البرد أو الصحاري أو أعماق المحيطات، التكيف بتتكيف مع البيئة. التكيف هو تغير يحدث عبر الأجيال لكي يساعد الحيوانات على البقاء. يبقى التكيف ده تغير بيحدث عبر الإيه؟ عبر الأجيال. طيب، وكل الهدف منه في الاخر ايه؟ ان هو يساعد الكائن ان هو يدنه عايش على البقاء. يوجد نوعان من طرق التكيف يمكن ان تحدث للكائنات الحية. انواع التكيف ايه بقى؟ تكيف تركيبي وتكيف سلوكي. يبقى ده انواع التكيف. يبقى اذا انا مثلا عندي كام نوع من التكيف؟ انواع التكيف نوعين، في تكيف تركيبي وتكيف سلوكي. التكيف التركيبي هو تغير في تركيب جسم الحيوان، ده تغير في تركيب الجسم نفسه. مثل ايه؟ قالك عندك أقدام البطريق في بيئته القطبية، الرجل بتاعت البطريق، قالك ده تكيف تركيبي. عندك الفراء الكثيف في الدب القطبي، الفرو بتاع الدب، ده تكيف تركيبي، دي حاجة ربنا خلقه بيها. طبقة الدهون تحت الجلد في البطريق والدب القطبي، ده تكيف تركيبي، الدهن اللي تحت الجلد ده تكيف تركيبي، هو اتخلق كده. يبقى إذا ده تكيف تركيبي، دي حاجة جوه الجسم. طب عندك بقى التكيف السلوكي، قالك ده تغير في سلوك او تصرفات مجموعة من الحيوانات، ده بقى تغير في السلوك. عندك مثلا زي ايه؟ تجمع البطاريق في مجموعات ضخمة. بص كده، البطاريق لما الجو بيبقى برد اوي احنا قلنا بتتجمع وبتلزق في بعضها كده في مجموعات ضخمة عشان تحافظ على درجة حرارتها، وده بيساعدها على الدفء. تمام، قالك ده سلوك هي بتعمله، دي ده تكيف سلوكي. طب عندك كمان هجرة الطيور الى المناطق الدافئة، قالك ساعات كده بعض الطيور بتيجي في اوقات معينه من السنه في الشتاء مثلا لما الجو بيبقى برد قوي، تروح جايه مهاجره رايحه لاماكن اكثر دفئا واضاءه، كان الهدف اتمام عمليه التقاصر. فهنا هجره الطيور ده برضو حاجه في سلوكها، طالما بتحصل في وقت محدد من اليوم او السنه يبقى دي حاجه في السلوك. هي البطاريق هتتجمع امتى؟ لما بتهب الريح، يبقى ده في وقت محدد اهو من اليوم او السنه، قال لك يبقى ده سلوك. هجره الطيور، الطيور بتهاجر في اوقات محدده من السنه، يبقى ده تكيف سلوك. استخدام البيات الشتوي خلال الشهور التي يصعب فيها الحصول على طعام او ماء، طالما بيات شتوي يبقى بيحصل في الشتاء، يبقى في وقت محدد من السنه، اه يبقى سلوكي. اختباء ثعلب الفنك في جحور، هو يختبئ امتى؟ لما الجو يبقى حر، يبقى في وقت محدد من اليوم او السنه، يبقى برضه الاختباء ده هنقول له برضه تكيف سلوكي. يبقى انت فاهم ازاي نفرق بين التكيف التركيبي والسلوكي؟ السلوكي بيحصل في وقت محدد من اليوم او السنه، اما التركيبي دي حاجه في الجسم ربنا خلقه بيها. طيب عندك يجي يقول لي بقى التكيف التركيبي، هنقول له هو تغير في تركيب جسم الحيوان ليتكيف مع بيئته. يبقى تغير في تركيب الجسم بتاع الحيوان عشان يقدر يتكيف مع ايه؟ مع البيئة. طب التكيف السلوكي، ده تغير بقى مش في تركيب جسمه، لا في سلوكه وتصرفاته. ماشي، يبقى هنا التغير في سلوك وتصرفات مجموعة من الحيوانات، ده التكيف السلوكي. من اسمه سلوكي يبقى تغير في السلوك والتصرفات، اما التركيب التغير في تركيب جسم الحيوان ليتكيف مع البيئة. طيب عندك تكيف الثعالب، تعالى كده هناخد تكيف الايه؟ الثعالب. قال لك يعيش كل من ثعلب الفنك والثعلب القطبي في الصحاري الجافة. بص كده، ده الثعلب القطبي اللي قدامي ده بيعيشوا فين؟ في الصحاري الجافة. يتناول كل من ثعلب الفنك والثعلب القطبي كل انواع الغذاء. ما شاء الله نفسه مفتوح، نفسهم الاتنين ايه؟ مفتوح، بياكلوا كل حاجة. قال لك يبقى بيتناول كل من ثعلب الفنك والثعلب القطبي، بيتناولوا كل انواع الايه؟ الغذاء. مثل ايه؟ قال لك الحشرات، لو قابلتهم حشره ياكلوها، الفاكهه ياكلوها، جذور النباتات ياكلوها، بقايا طعام فريسه حيوان اخر ياكلوها. يعني لو لقوا مثلا حيوان اخر قبلهم كان بياكل حاجه واتبقت منها حاجه، يروحوا جايين واكلينها، دي اسمها بقايا طعام فريسه حيوان اخر. ده كله تكيف ايه؟ سلوكي. بركز كده، يبقى ثعلب الفنك والثعلب القطبي بياكلوا كل انواع الاكل، سواء كان حشرات او فاكهه او جذور نباتات او بقايا طعام او فريسه حيوان اخر. ده تكيف قلنا ايه؟ سلوك. طب ليه قلنا هنا سلوك؟ لان هو ما اتخلقش كده، يعني ما مش دي حاجه جواه كده اتخلقت في جوه جسمه، لا دي حاجه في سلوكه ان هو خلاص بياكل ده وبياكل ده وبياكل ده، ممكن يكون ما بيحبش كذا وبيحب كذا، ده سلوك برضه. قال لك يبقى اي تغذيه هتقول عليها سلوك. طب ليه بقى بياكل كل حاجه؟ قال لك وتكيف سلوك، قال لك لانه يصعب عليهما الحصول على الغذاء في بعض الاوقات، سواء في الصحراء الحارة أو صحراء التندرة الجافة اللي هي الباردة.
يبقى ليه بياكل كل حاجة؟ الثعلبين دول، ثعلب الفانك والثعلب القطبي. قال لك لأن مش كل الوقت أو مش طول الوقت الأكل موجود، يبقى لأنه يصعب عليهم الحصول على الغذاء في بعض الأوقات. في بعض الأوقات ما بيبقاش في أكل خالص، بيبقى صعب الحصول على الغذاء، سواء كان في الصحراء الحارة أو الصحراء الجافة اللي هي التندرة الجافة اللي هي الباردة. طب عندك كمان بتختلف طريقة تكيف الثعلب القطبي عن ثعلب الفانك لبقاء كل منهما في بيئته كما سنرى. بص كده بقى معايا، هناخد دي صورة الثعلب القطبي.